حموكش اتأخر كده ليه؟ خير، اللهم اجعله خير يا رب. يمكن هو اللي بيتصل. الو، ايوه مين معايا؟ حضرتك مدام تينكا هانم؟ ايوه انا، مين معايا؟ احنا من ادارة المستشفى وعايزين نبلغك ان جوزك عمل حادثة وهو دلوقتي في العمليات. يا لهوي، حادثة ايه؟ طب هو كويس؟ هو في العمليات دلوقتي، ممكن حضرتك تشرفينا وتعرفي بنفسك؟ تمام، انا جاية. يا لهوي، حموكش عمل حادثة حبيبي. حموكش حبيبي، مالك؟ في ايه؟ قولي يا دكتور ماله. لا هو تمام، عال، بس المدام اللي معاه هي اللي تعبانه شويه. ايه؟ مدام كانت معاه؟ مدام مين ان شاء الله؟ معرفش حضرتك مدام مين. مدام كانت معاه في الحادثه، كانت معاه في العربيه. انا مراته، انا المدام التانيه بقى تطلع مين ان شاء الله؟ يا ستي، وانا ايش عرفني، انا دكتور حضرتك. طب اوعى كده واسع يا دكتور. انت يا حموكشه، مين اللي كانت معاك في العربيه؟ يا ستي بالراحه، جوزك جسمه كله متكسر. مفيش بالراحه، رد عليا انت، مين اللي كانت معاك في العربيه؟ يا ستي جوزك عنده ارتجاج، مش وقته ده، اساليه بعدين. مفيش بعدين، هو دلوقتي يجاوب ويقول لي مين اللي كانت معاه في العربيه، يا اما ليلته هتبقى سودة. ربنا يكون في عونك يا استاذ حموكشه. انت قول لي مين اللي كانت معاك، مفيش حته في جسمك سليمه عشان اضربك فيها. انت يا اخويا، انت هتعمل لي اخرس. انت لا كسر جسمك اكتر ما هو متكسر. سيبيني، انا تعبانه يا وليه، مش قادر، ابعدي عني. مش هبعد عنك، وان شاء الله اروح فيك تأديه النهارده. مين اللي كانت معاك في العربيه؟ انت يا حموكشه. امي يا ست اللي كانت في العربيه، كانت عايزاني اخرجها شويه. خلاص. مين؟ امك؟ طب برضو انت غلطان، اخس عليك يا حموكشه، اخس كده. تفسح امك وما تفسحنيش. لا يا شيخه، هو ده وقته؟ كل ما اقول لك خرجني تقول لي مش فاضي تعبان، لكن امك اول ما تقول لك خرجني تطلع تجري. هو انا مش بخرجك عن شعورك يا حبيبتي؟ كتير. طيب ما انا بخرجك اهو. يخرب بيت تقلي دم امك.